أيضا انضم إلينا مراسل العربية هاني صفيان. هاني مرحبا بك، كل عام وأنت بخير مجددا. تتواجد كما أرى في مركز 911. قبل الحديث عن المركز، وإن كان لدي من المؤكد بعض الأرقام والإحصاءات حول البلاغات، سؤالي حول حركة التفويج بشكل عام، تحريك الحجاج بين المشاعر المقدسة اليوم كيف تمت، وأيضا من أمس حتى اليوم؟ طبعا من خلال شبكة مراسلين قناة العربية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، كنا ننقل منذ صباح اليوم حركة تفويج الحجيج وأيضا توجههم نحو منشأة الجمرات. كنا نلاحظ الانسيابية، كان هناك انتشار كامل من رجالات الأمن، كانت هناك المراكز الصحية، فرق المتطوعين، إدارة الحشود، هي كانت تعمل بكافة طاقتها من أجل تسهيل مهمتهم. الحجاج اكتملوا تقريبا 1.5 مليون حاج، تقريبا أكملوا رمي جمرتهم من العقبة الكبرى عند أذان وقت صلاة الظهر في التوقيت المحلي السعودي قرابة الساعة 1:30 ظهرا من نهار هذا اليوم. اكتمل تقريبا معظم الحجاج أو تقريبا أكثر من 90% قاموا برمي جمرات العقبة الكبرى. كنا نشاهدهم ونشاهد الجهود الأمنية وعملية إدارة الحشود على الأرض، ولكن لم نكن نشاهدهم من خلال الكاميرات المراقبة والكاميرات الرقمية التي كانت تتبع حركة الحجاج وتسهيل مهمتهم. هنا في مركز العمليات الأمنية في 911 هم هذا القطاع وهذه الجهة الأمنية هي المخولة بتلقي البلاغات كافة من المشاعر المقدسة ومن مكة المكرمة بكافة اللغات، مهما كانت نوع اللغة ومهما كان نوع البلاغ يتعامل معها مباشرة، وينتقل أو تنتقل هذه البلاغات إلى الجهة الأخرى من الغرفة التي سوف يتحدث تفصيلها الرائد عبد الله البغدادي المتحدث الرسمي في المتحدث في منطقة مكة المكرمة لغرفة العمليات 911. يعني نبغاك تشرح لنا من غرفة البلاغات وتلقي البلاغات حتى يتم التعامل معها. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، مرحبا بكم في مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة، المركز الذي يتبع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية. هذا المركز معني بتلقي جميع البلاغات الطارئة في منطقة مكة المكرمة بجميع قراها ومحافظاتها، بالإضافة لمنطقة المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف. طبعا جميع الأعمال في المركز تتم بشكل آلي، بدءا من استقبال البلاغ وحتى تمريره للجهة المختصة. يتم تمرير البلاغ أو استقبال المكالمة في مدة لا يتجاوزها 2 ثانية، ويتم ترحيلها بمدة لا يتجاوزها 45 ثانية. طبعا يتم استقبال البلاغ، عند استقبال البلاغ يتم تحديد أو تظهر كافة المعلومات بالمتصل، الموقع الجغرافي بالإضافة للاسم ورقم الجوال والجنسية والهوية أو الإقامة. فهذا كل هذا الأمر لعملية الاستجابة السريعة التي يعود نفعها على خدمة ضيوف الرحمن. نعم. وخدمة طبعا جميع فئات المجتمع. طبعا ننتقل إلى الصالة الأخرى والغرفة الأخرى التي يتم فيها التعامل مع البلاغ. يعني نتحدث عن صالة كبيرة جدا، شاشات رقمية، تعامل ومراقبة من أكثر من 315 ضابطا في 15,000 كاميرا. بالضبط. طبعا المركز استقبل، يعني خلينا نذكر انه الارقام التي استقبلها المركز، استقبل المركز من 1 ذي الحجة وحتى هذه الساعة اكثر من 520,000 اتصال. خلال ال 24 ساعة الماضية تم استقبال أكثر من 66,000 اتصال. طبعا الرقم لا يثير القلق، ولله الحمد أصبح رقم 911 هو الملاذ الحقيقي لتقديم الخدمات الأمنية. غالبية هذه الاتصالات تتعلق بالجوانب الإنسانية، بجوانب الاستفسارات، بالجوانب الإرشادية. طبعا كانت البلاغات الاستفسارية والإرشادية أكثر من 300,000 اتصال. بالنسبة للبلاغات الإنسانية تجاوزت 180,000 اتصال. البلاغات الطبية كانت
أكثر من 3500 اتصال، فيما هي نسبته 8 إلى 10% كانت متوزعة ما بين بلاغات أمنية بالإضافة لبعض الحرائق والحوادث وخلافه من البلاغات. جيد، بما أنك تحدثت عن الكوارث، كيف تعاملت غرفة العمليات هنا في 911 مع الأمطار التي شهدتها المشاعر المقدسة يوم أمس؟ هل سجلت حالات حوادث من جراء الكوارث التي الأمطار الغزيرة التي هطلت على المشاعر؟ طبعا ولله الحمد انسقى سبحانه وتعالى عباده وظلل على ضيوفه، فالأمطار طبعا شملت منطقة أو محافظة جدة وأجزاء كبيرة من أحياء وعلى طريق مكة جدة والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. بالنسبة للحالات، كان طبعا حالة وفاة واحدة نتيجة الصاعقة، بقية الحالات كانت عبارة عن تجمعات للمياه بالإضافة لبعض الالتماسات الكهربائية، والحمد لله كان جميع الاتصالات تم استقبالها بنسبة 100%. أيضا الزملاء في الميدان قاموا بمعالجة جميع الحالات بوقت قياسي. طبعا هذا، شكرا لك سعد الرائد، هذا كان حديث الرائد عبد الله البغدادي المتحدث هنا في منطقة مكة المكرمة لغرفة العمليات الأمنية 911، وحديث عن الغرفة وماذا تقوم به بشكل سريع. أنا أعلم أنك مستعجل، ولكن الآن كما نشاهد الفرق الأمنية تعمل في الأرض، هنا نشاهد كيف هي حركة الحجاج وسير الحجاج في كل منطقة وكل ممر وكل أيضا حالة الازدحام والحالة المرورية وحالة الطقس. أيضا هناك شاشة أخرى توضح حالة الطقس وتتابع من جهات مختصة، وهي الدفاع المدني وأيضا هيئة عامة للطقس، تتابع حالة الطقس لهذا اليوم سواء في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وفي كافة المواقع السعودية. شكرا لك، يعطيك العافية هاني الصفيان مراسل عربية، كان معنا من غرفة العمليات.